أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. من أهم الفترات في رحلة مريض السمنة هي فترة المتابعة بعد طبعا إجراء الجراحة، وبعض المرضى بيفتكروا أن عملية السمنة مقتصرة على وقت العملية وبس، لكن في الحقيقة أن مرحلة المتابعة هي من أهم المراحل واللي لازم تتم بشكل دقيق وتحت إشراف الدكتور. وإحنا النهاردة هناخدكم في جولة داخل مركز الأستاذ الدكتور كريم صبري، وهنشوف أبرز الحالات الناجحة اللي خضعت لجراحات السمنة وإزاي بيتم المتابعة معاهم، مع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وعضو كلية الجراحين الملكية بلندن، وحاصل على أعلى تصنيف جودة في العالم في مجال جراحات السمنة SRC. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم تاني. مركز الأستاذ الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، وجراحات السكر، وجراحات تنسيق القوام، كل العمليات تجرى بالمنظار. اختيارنا لأكبر مستشفيات في مصر، مجهزة بأحدث غرف العمليات على أعلى مستوى. الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية لجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. مشوار طويل من الخبرة في عالم جراحات السمنة. الأستاذ الدكتور كريم صبري الحاصل على شهادة الجودة العالمية في مجال جراحات السمنة من مؤسسة الـ SRC. اسمي عنتر محمد المرسي هلال، وزني 145 كيلو، سني 20 سنة. مشاكلي في السمنة اللي أنا مش عارف أعيش حياتي، مش عارف أجيب لبس اللي أنا عايزه، مش عارف ألبس اللي أنا عايزه. عرفت الدكتور كريم عن طريق واحد جارنا عامل العملية، وهو انا جيت على هنا وكشفت، والدكتور كريم حدد لي تكميم معده، وانا جاي اعمل العمليه دلوقتي، واستنوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنديكم يعني كذا فيديو على حالات تكميم المعدة وتحويل المسار وحالات إعادة لإصلاح فشل جراحات السمنة بالمنظار. أستاذ عنتر الحقيقة هيعمل تكميم معدة، هو 20 سنة، وزن 145 كيلو، بيعمل تكميم المعدة. تكميم المعدة في السن الصغير هي عملية مناسبة جدا، قوية في إنقاص الوزن، قوية في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة من سكر وانقطاع النفس أثناء النوم، وكمان مشاكل المفاصل لأنها بتقلل الوزن بصورة فعالة. تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل ولا تؤثر على الامتصاص. تكميم المعدة يعني بنعزل جزء كبير وبنشيل جزء كبير من المعدة اللي هو المحتوي على الهرمونات التي تعطل عمل الإنسولين، وكمان هرمون الجوع بيتم التخلص من جزء كبير منه، وبالتالي بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترة كبيرة. طبعا تكميم المعدة بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن، يعني قد تكون صغيرة، وفي أحيانا في ثنيات الجلد المخفية، وبالتالي هي عملية يعني بعد ساعتين بنتمشى، 6 ساعات بنشرب، 12 ساعة بإذن الله بنخرج من المستشفى. يوم بعد الخروج من المستشفى ممكن نعاود ما بعدها إلى الحياة الطبيعية، ونقوم بالوظائف اللي هي اليومية اللي احنا بنعملها بصورة يعني معتادة. تكميم المعدة يمكنها برضو علاج مرضى السكر اللي هو سكرهم خفيف، اللي هم ماشيين على أقراص فترة أقل من 5 سنين،
اذا كان السكر يعني لسه ما عملش مضاعفات، مفيش جرعات عاليه من الانسولين او جرعات عاليه من الاقراص، يمكن لتكميم المعده وخصوصا السكر من النوع الثاني، بتعادل نسبه السكر وكمان بتساعدنا كمان من التخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. وزي ما قلنا منها من اشهرها يعني انقطاع النفس اثناء النوم اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، وكمان في امراض اخرى كثيره تتعلق بالكبد التدهني، احيانا بتتعلق باضطراب الدهون الثلاثيه او الدهون الضاره بالدم، ومشاكل صحيه قد تحدث للسيدات زي تكيس المبيض. الحقيقه ان تكميم المعده من العمليات الفعاله جدا، ولكن ليها طبعا بعض النقاط الفنيه اللي المفروض ان هي محتاجه خبره عاليه جدا من الجراح، جاهزيه عاليه جدا في استخدام التقنيات الحديثه في اجرائها، محتاجه كمان يعني متابعه قويه جدا لتجهيز المريض ما قبل العمليه وكمان متابعته ما بعد العمليه عشان نصل الى الشفاء التام والتخلص من السمنه المفرطه بصحه جيده. شكرا جزيلا. شكرا. اسمي عنتر محمد المرسي هلال، عمل عملية تكميم معدة مع الدكتور كريم صبري. بعد العملية بساعتين بقوم اتمشى وبفوق، وبنصح اي حد بيعاني من مرض السمنة يعمل عملية ما يترددش مع الدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضراتكم جميعا. احنا بنطمنكم يعني على كل الحالات النهارده، الناس اللي عملت تكميم معده وعملت تحويل مسار وعمليات الاصلاح، انا مسجل معاهم دلوقتي كلهم، منهم استاذ عنتر الحقيقه لبس وعايز يمشي، فقلنا له يسجل برده قبل ما يتحرك. اللي احنا الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ان عمليات السمنه المفرطه سواء تكميم المعده، تحويل مسار المعده، عمليات الاعاده، اعاده الاصلاح، يمكن وريناكم حالات النهارده، كلها عمليات امنه. وقت الاقامه في المستشفى وقت قصير، احنا يعني ليله في المستشفى من ساعه العمليه ما بعديش 12 ساعه ويكون يعني بالسلامه خارج، يعني في السن في مختلف الاعمار. يعني النهارده شفنا حالات فوق ال 60 سنه، في حالات عنتر لاساس سنه صغير، في حالات متوسطه العمر، اوزان مختلفه من يعني 140 160 و170، وحالات كثيره مختلفه الاعمار مختلف الاوزان. اللي عايز اقوله ان عمليات السمنه هي عمليات امنه تماما. احنا كل النهارده التصوير في مختلف الحالات عايزين نقول انه عمليات السمنه هي امنه تماما باستخدام التقنيات الحديثه، باستخدام المنظار الحديث، باستخدام التقنيات الحديثه في المستهلكات الطبيه، جاهزيه عاليه بالنسبه للتخدير، جاهزيه عاليه بالنسبه للمستشفى. المفروض تاخد نتيجه برضو موفقه تكون مرضيه سواء للمريض او سواء للجراح. واحنا يعني ان شاء الله نطمنكم على كل الناس في فيديوز تانية، يعني لان احنا طبعا مش هنقدر نسجل مع كل الناس النهارده. والحمد لله على سلامتك، امورك تمشي كويس ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. شكرا. شكرا. مركز الاستاذ الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير، احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، وجراحات السكر، وجراحات تنسيق القوام، كل العمليات تجرى بالمنظار. اختيارنا الأكبر مستشفيات في مصر، مجهزة بأحدث غرف العمليات على أعلى مستوى. الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية للجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. مشوار طويل من الخبرة في عالم جراحات السمنة. الأستاذ الدكتور كريم صبري، الحاصل على شهادة الجودة العالمية في مجال جراحات السمنة من مؤسسة الـSRC.
مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم في فقره جديده من صحتك بالدنيا. مين مننا سواء بنت او ولد مش بيعاني من مشاكل في شعره؟ ودايما جمله شعري خفيف مش بيتقل شكوى مفيش بنت ما قالتهاش. في فقرتنا النهارده هنتكلم عن اشهر مشاكل الشعر واهم وانجح حلول المشاكل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده، دكتوره مهتاب هاني المستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا ناس، عامله ايه؟ الحمد لله، وكلنا بنعاني من مشاكل شعرنا. مفيش حد تقريبا ما بي يعني تلاقي عنده تقصف، يا هيشان، يا عدم اللمعان. ده طبعا الكومن اللي بينا كلنا تساقط شعر. أكيد. بس عرفينا مبدئيا الاول المشاكل دي اسبابها ايه، او ايه العناصر كمان المفيده اللي بسببها ممكن يكون نقص فيها بيعمل كل المشاكل دي. بصي، اولا احنا عشان ناخد الشعر بقى الصحي اللي ما فيهوش مشاكل اللي احنا عايزينه كلنا، مهم في روتيننا هيبقى فيه حاجتين، حاجه داخليه ودي هتبقى بتغذيتنا، وان احنا ناخد مكملات غذائيه فيها اهم الفيتامينز اللي هتفيد شعرنا زي فيتامين A، فيتامين D، وفيتامين والاوميجا 3، ودول موجودين في كلوسيس اتكلمنا عنهم قبل كده. وفي جزء لازم يبقى خارجي او موضعي، وده اللي هيقدمه لنا هير بروش او بروشر تونيك، هيقدر يديني مجموعه من الفيتامينز في تركيبه خفيفه، مش هتلزق لي شعري، مش هتسيب لي ملمس دهني يضايقني، وهتسهل عليا ان استخدمه وقت طويل يوميا. مجموعه الفيتامينز دي هتساعدني كتير قوي في المشاكل اللي بنعاني منها. خلينا بس الاول نوضح للناس ايه المشاكل عامه. اهم المشاكل مشاكل تساقط الشعر، ان بصيله الشعر مش قويه، في مشاكل التقصف الشعر وبهتان الشعر وهيشانه، في مشاكل الجفاف بتاعه الشعر، يبقى في اطراف جافه وتحس ان ملمسه مش ناعم، وفي بقى مشاكل المتعلقه اكتر بفروه الراس وصحه فروه الراس ومشاكل القشره. تمام، دي معظم المشاكل واحدة اللي يقدر بروشر تونيك يعالجها لي. اسبابها ايه؟ طبعا التساقط ده موضوع كبير قوي، ليه اسباب متنوعه. مهم نبقى عارفين بس كلمه تساقط، امتى اقول ان شعري بيتساقط؟ لما يعدي 100 شعره الاقيهم بيقعوا. طبيعي ان انا الاقي شعر بيقع في الفرشه وانا بصرحه وانا بغسله، ده طبيعي. بس ان ما الاقيش الموضوع ده متكرر، وكلمه 100 شعره مش هنقعد نعدهم، بس بتبقى كميه كبيره معروفه. لو كبيره يعني الخصل الكبير، الخصل الكبير هنا بقى نقول ان في تساقط بالظبط. لكن في مشاكل بقى الاهم، يعني التساقط اللي ممكن الناس تبقى متلخبطه فيه، في مشاكل ان بصيله الشعر تبقى ضعيفه والشعر نفسه مش صحي، وده الاهم بقى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي، ان احنا نبقى فيه وقايه من الاول، يعني محافظين على شعرنا طول الوقت في شكل ايه صحي. طبعا مش محتاجه ان انا اكد على ان المفروض يبقى صحيا او داخليا نبقى مظبطين كل حاجه واخدين مكملات، ما يبقاش فيه انيميا. طبعا في بعض الامراض معروف انها بسبب، يعني بعيدا عن ده، مهم بقى نهتم بشعرنا. طيب ناخد بقى حاجه بقى، البروشر تونيك ده بيبقى حاجه دايركت على على فروه الراس. مظبوط. طب اهم ايه بقى المشاكل؟ بصي، خلينا نشوف اهم مكونات بروشر تونيك ايه. اهم مكونات هو فيتامين اي، خلاصه التفاح وهي غنيه بالفيتامين سي، كافيين، بانثينول، زيت السيليكون، وساليسيليك اسيد. خلينا بالتفصيل كده نشوف كل حاجه ممكن تحل ايه من مشاكل الشعر، او يعني تقدر تقدم ايه لشعرنا. او لو نبتدي اول حاجه فيتامين اي. فيتامين اي طبعا ماده مضاده معروفه في كل الكريمات، كل مستحضرات الشعر دايما بنلاقي فيتامين اي، مهم جدا لصحه الشعر وصحه البشره كمان. هي ماده مضاده للاكسده، هتفيد لي في شعري انها تحل لي مشكله زي مشكله التساقط بشكل فعال جدا، هتديني لمعه للشعر، تعالج لي مشكله زي مشكله التقصف بتاعه الشعر. طبعا التقصف دايما بنقول ان احنا هنقص الشعر، لا، ممكن التقصف يزيد ويبتدي يطلع لفوق. عشان اتجنب ده محتاجه اني استخدم حاجه فيها فيتامين اي زي بروشر تونيك عشان ما يزيدش التقصف ده. هيديني كمان لمعه للشعر طبيعي، لان الشعر اللي شكله مش لامع ده برضو انعكاس ان هو مش في افضل حاله، مش افضل كده اللمعان الطبيعي بتاع الشعر. ده بيبقى حلو جدا، خصوصا لما الاقي في برضو اعلانات، قلنا قبل كده اعلانات الشامبو تلاقي شعرهم كده بيلمع، تقولي ايه ده بجد في شعر كده حقيقي؟ في شعر كده لما يبقى متغذي كويس وفي صحه كويسه، وصحتنا احنا الداخليه كمان كويسه، تقيل كده ولامع ومفيش هيشان. ما ده بقى ان احنا نبقى معتنيين بالفيتامينات اللي محتاجه شعرنا عشان ندي بصيله شعر قويه وشعر قوي صحي. وصحي. مظبوط.
طب ده فيتامين اي، ده فيتامين اي، ده اول مكون من ده اول مكون من مكونات بروشر تونيك، اللي هو كلهم طبيعيين، كل مكوناته طبيعيه، ودي حاجه مهمه. احنا كلنا بقينا نرجع للمكونات الطبيعيه علشان ما يبقاش فيه كيميكلز وحاجات تضر بينا كتير. مكونات بروشر تونيك كلها طبيعيه، مجموعه من الفيتامينز اللي هتفيد جدا شعر. تاني مكون هو خلاصه التفاح. خلاصه التفاح هتعمل كذا دور لشعرنا. اهم حاجه فيها انها تديني فروه راس صحيه متوازنه، محميه من اي عدوى بكتيريا او فيروسات ممكن تجيلها، وده اللي بينعكس بيجي لي قشره، يبقى خلاصه التفاح تحمي لي شعري من القشره، هتوازن لي او تديني فروه راس صحيه ومتوازنه. الخلاصه دي بقى اللي احنا قلنا قبل كده، الخلاصه يعني حاجه مركزه. مظبوط، خلاصه التفاح هي خلاصه مركزه، وفيتامين سي هو اللي هيبقى مفيد جدا في شعري في الموضوع ده. الحلو في بروشر تونيك ان مش بس هيحمي لي الشعر من القشره وخلاص، دايما المنتجات اللي بتحمي الشعر من القشره او بتعالجها بتنشف الشعر، ده مش هيحصل مع بروشر تونيك، علشان خلاصه التفاح بتدي ملمس ناعم وطري للشعر. يعني هي في نفس الوقت بتدي، يبقى انا عالجت القشره من وبتدي نعومه وملمس طري للشعر. مش بتشيل الزيوت، هي بتعالج القشره وبتعالج اي عدوى ممكن تصيب فروه الراس. حلو جدا. نيجي بعد كده للكافيين. الكافيين يمكن الناس تستغرب ايه الكافيين، وطبعا الكافيين ما بنحطه بشكل موضعي على راسنا غير الكافيين لما احنا نشربه، يعني ده دور ده حاجه وده حاجه بالظبط. الكافيين دوره لما يتحط بشكل موضعي في منتج للشعر زي بروشر تونيك، ده هيزود لي الدوره الدمويه في فروه الراس. ده مهم جدا، عشان ايه؟ الدوره الدمويه هي اللي بتغذي شعراي نفسها، لما يبقى وصل لها دم كتير ودوره دمويه في افضل حال ليها، تخليني استفيد بكل الغذاء اللي في دمي اللي هيوصل لشعري. يبقى لما ابقى انا واكله كويس، اكل متوازن، واخده مكملات غذائيه، هيقدر استفيد منها بشكل كويس. في نفس الوقت نفس المكونات او الفيتامينز الموجوده في بروشر تونيك نفسها كمان هستفيد منها اقصى استفاده في وجود الكافيين، عشان هيزود لي الدوره الدمويه واستفيد منها. ده هينعكس عليا في ايه؟ يعني انا كل حاجه بتكمل الثانيه بالظبط. يعني انا برضو ابقى انا انعكست عليا في ايه؟ ان الدوره الدمويه في فروه راسي تبقى احسن، ان بصيله الشعر هتبقى اقوى، تمتص كمان الفيتامينز الثانيه او المكونات الثانيه بالظبط. وفي الاخر بعد ما يمتص كل ده، الانعكاس او النتيجه النهائيه للشعر هتبقى ايه؟ ان بصيله الشعر هتبقى اقوى، وبالتالي انا هلاقي مشكله زي التساقط اتحسنت بشكل كويس، والشعر الجديد اللي طلع بقى اقوى كتير وفي صحه افضل، والكافيين نفسه بيدي كمان لمعه للشعر. ده كافيين، وقلنا فيتامين اي، فيتامين اي وفيتامين سي في خلاصه التفاح. نيجي نتكلم بقى على الترطيب بتاع الشعر، وده اللي هيقوم بدور الفانسينول. ترطيب الشعر حاجه مهمه جدا، ما ينفعش نستهين بيها، لان بتدخلني في مشاكل تانية بعد الشعر. لو مش مترطب بيدخلني في مشاكل تانية ممكن نبقى ظاهريا فاكرين ان ملهاش علاقه ببعض. يعني ايه؟ عشان اوضح كلامي، يعني الشعر اللي مش مترطب كويس، وده الاسباب كتير هحكي لك عنها كمان شويه بالتفصيل، هيؤدي بيا ان الشعر هيبقى جاف. هيجاف ويتقطع، الموضوع مش هينتهي على انه جاف وبس، هيبتدي يبقى اضعف، يبتدي يتقطع، الاقيه بيتقطع والاقي يحصل فيه تقصف ويحصل فيه هيشان. ده كله لان من الاول ما كانش مترطب كويس، فاهماني؟ عشان كده دايما هنقول ايه؟ ان شعري ما بيطولش. بالظبط، دي مشكله. في ناس فعلا شعرها بيطول كده. يعني شعرها فعلا بيطول، بس هي مش حاسه ان هو بيطول، لان هو من كتر التقصف بيتقطع. ما اللي بيطول بيتقطع، ما تحسش ان في فرق في الطول بيحصل. ما مهم قوي نهتم بموضوع ترطيب الشعر ده، مش بس عشان شعري يبقى ملمسه ناعم او طري بس على كده، لا، ده عشان يحميني من مشاكل تانية كتير. البانسينول بقى هو اهم مكون في بروش، هو اللي هيديني الترطيب القوي ويحميني بقى من المشاكل دي. طب ايه اللي ممكن يخلي شعري مش مترطب؟ يعني اهم الحاجات ان انا اعرضه لحراره دايركت على طول، اللي هي بتكون في السشوار او البيبي ليز بشكل مستمر. ده من اهم الاسباب المنتشره اللي تخلي شعري جاف بشكل مستمر. طبعا في ناس ظروف شغلها او هي حتى بتحب ان هي تستخدم سشوار وبيبي ليز على طول، يعني هي طبيعتها كده، مش هنقول بلاش. لكن لما نستخدم الحاجات دي، مهم نستخدم حاجه تحمي الشعر من الحراره، وده متوفر في بروشر تونيك هكلمك عنه كمان شويه، ويبقى بتدي ترطيب قوي للشعر، وده موجود في البانثينول في بروشر تونيك.
تمام. عشان اقدر استخدم الحراره بقى. او بيعمل كفرنج للشعر، بيدي بيعمل طبقه بتحمي بتحمي الشعر. ولما بتكلم على طبقه ما تفتكريش ان هو هيعمل لي طبقه تقيله على شعري احس ان شعري ملزق. هو انت قلتي لي قبل كده ان هو سبراي، يعني هو سبراي خفيف يعني. ليكويد، مش زي السيروم، مش زي كريم او حاجه تقيله. لا خالص، هو سائل خفيف وبيترش على فروه الراس. فهماني؟ البانسي نول هيعمل التغليفه دي على الشعر، يديله ترطيب قوي ويحميه بقى من التقصف اللي ممكن يحصل والاحتكاك اللي بيحصل مع الشعر ويؤدي بيه للتقصف والحاجات وعوامل التلوث اللي كلنا بنتعرض لها. ده بقى بيعالج بقى اكيد الهيشان بالذات ده. بالظبط، بيعالج الهيشان وبيعالج ان الشعر يبقى الاطراف الجافه اللي دايما بتبقى جافه والتقصف اللي بيبتدي يطلع على الشعر الفوق ويتقطع خالص. مفيش تقريبا مفيش بنت ما عندهاش مشكله التقصف طبعا. ما تعرفيش انت بتعملي ايه وبرده ماما تقصيه بتلاقي ان هو على طول. ما علشان نحمي شعرنا ان الموضوع ده ما يزيدش، لازم نهتم بترطيب شعرنا، خاصه البانثينول في الشتاء وفي الصيف. يعني الصيف في حاجات مختلفه بتسبب الجفاف، حتى تعرض للشمس فترات طويله بيسبب جفاف. ما مهم نهتم بشعرنا في طول السنه، ما نبقاش واخدينه يعني مضمون ان هو كويس، محتاجي رعايه. كل صيف او كل سيزون او فصل تلاقي بمشاكل، ليه مشاكل مختلفه بقى. مهم ان احنا طول الوقت يعني مدركين المشاكل وبنعالجها ونقي نفسنا منها. طب ايه المكونات الثانيه برضه؟ المكونات الثانيه اهم حاجه زيت السيليكون، مكمل لنفس كلامي اللي كنت بقوله في البانثينول في موضوع الحراره. زيت السيليكون هو اللي هيحمي لي الشعر من الحراره. يعني في منتجات انت عارفه بنستخدمها قبل السشوار والبيبيليس عشان نحمي شعرنا من الحراره، مشهوره والناس كلها عارفاها. بروشر تونيك يقدر يقوم بالدور ده، لان في زيت السيليكون اللي بيبقى دايما موجود في السيرمز يقدر يحمي الشعر من الحراره. ما اقدر احطه قبل استخدامي للسشوار والبيبيليس عشان احمي شعري من الحراره. يعني احنا نغسل شعرنا وبعد كده نحط على طول البروشر تونيك عشان يدي حمايه او طبقه. هو هيبقى فيتامينات طبقه، بس هنقول حاجه كده ما تخليش الشعر يتاثر بالحراره. بالظبط، مظبوط. ولسه هكلمك عن طريقه استخدامه عشان مهم قوي الناس تبقى فاهمه طريقه استخدامه ازاي عشان يوصلوا لافضل نتيجه. تمام، خليني بس اكلمك على اخر مكون في بروشر تونيك عشان قبل ما نشوف طريقه استخدامه تكون ازاي. اخر مكون هو الساليسيليك اسيد، وهو من الحاجات اللي بتحمي برضو فروه الراس من اي عدوى بكتيريا او فيروسات، مع خلاصه التفاح اللي اتكلمنا عنها في الاول. وبالتالي هو بيحمي الشعر من القشره. يبقى انا عندي اكتر من مكون يقدر يحمي لي الشعر من القشره. تمام، طب خلينا نشوف طريقه استخدامه ازاي. طريقه استخدامه اهم حاجه ان انا بحط على فروه الراس. هو زي ما قلت لك هو سبراي، بنرشه على فروه الراس. تمام، ما الناس ما تبقاش بتحطه على اطراف شعرها. الشعر ده ممنوع تحطه على شعرها؟ مش ممنوع، هو الاهم ان انا اهتم بفروه راسي، لان قلت لك الفيتامينات دي مش هيستفيد منها الشعر غير لما تبقى في فروه الراس. صح. وابتدي اوزعه بحركات دائريه او زي مساج لراسي عشان يمتص كويس. وابتدي اسرح بقى شعري، بقيه المنتج نفسه هبتدي اسرح شعري يتوزع على شعري عادي، بس الاهم ان الكميه الاساسيه تكون على فروه راسي مش على اطراف شعري. دي اهم حاجه. بس وانا بقى هل استخدمه في اي بريكوشنز او حاجات تخليني ما اقدرش استخدمه او ازاي استخدمه؟ انا مش هتفرق اذا كان شعري مبلول او ناشف، لان انا هستخدمه مرتين في اليوم. ممكن استخدمه مرات وابقى غاسله شعري واستخدمه، او مرات تانية شعري كان ناشف. مش هياثر لي على البروتين او الصبغه، ومش هيأثر على ان يكون عامله شعري، يعني مش هيلزقه او يعمل مشكله. ده اهم حاجه. بس في حاجه واحده عايزه اكد عليها، لو انا حاطه مثلا حمام زيت على شعري او حاجه ما يستحسنش ان استخدمه علشان ما يبقاش عامله طبقه عازله ان يوصل البروشر تونيك على فروه راسي. انا اهم حاجه عندي في كل ده ان المواد طبيعيه والمواد مفيده ومعموله بتكنيك معين بتخلي انه اي واحده عندها مشكله خصوصا التقصف. ما فيش بنت تقريبا ما بتعانيش من كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها. مظبوط، وفكره ان هي تبقى التركيبه خفيفه بتسهل ان استخدمه بسهوله. يعني ساعات بيبقى فيه حاجات كتير ما تخليكيش سهل ان انت تستخدميه. والحل سريع كمان، ده دي اهم حاجه بالنسبه لنا كلنا كبنات. انا بشكرك جدا يا دكتور، واكيد طبعا اكيد هنتكلم عن جمال شعرنا وبشرتنا وصحتنا مع الدكتوره اللي دايما مشرفانا في استوديو سي بي سي، دكتوره مهتاب هاني.
الهاني المستشار الطبي لشركه AMD، واي طبعا اي حد لو حابب ان هو يعرف اكتر عن بريش هورتونيك او اي منتجات لشركه AMD يبعت لهم على صفحتهم على الفيسبوك، واكيد هم هيردوا ودايما هيكونوا معاكم ويردوا على كل اسئلتكم، لان اكيد الحاجات الطبيعيه او المواد الطبيعيه اللي احنا دايما بنشوفها على السوشيال ميديا ما بتبقاش طبيعيه 100%، فدي بتبقى حاجه مضمونه لينا واكيد تبع ترخيص وزاره الصحه المصريه. دي حاجه كمان مطمئنه لينا كلنا ان احنا بناخد حاجه مفيده لجسمنا، ولازم تكون اكيد تحت اشراف طبي. ان شاء الله اشوفكم في فقره جديده من صحتك بالدنيا. اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من صحتك بالدنيا. الحياه مش بتبقى حلوه لو صحتنا مش قد كده، والسمنه مرض العصر اللي اصبح الكبير والصغير بيعانوا منها، بس مش محتاجه اقول لكم ان دكتور دعاء سهيل لقت لنا الحل وهتخس وانت قاعد في البيت. ومعانا النهارده نموذج ودليل على الكلام اللي انا بقوله، أنسة اسراء اللي خست من 92 كيلو ل 70 كيلو، يعني خست 22 كيلو، نتائج مذهله بنشوفها كل مره مع حالات دكتور دعاء سهيل اللي يشرفني دايما ان انا ارحب بيها وبتبسط بوجودها معايا كل مره في صحتك بالدنيا. دكتوره دعاء سهيل دكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبه مبادره اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي. حبيبتي اللي بتبسطني كل مره وهي موجوده معانا وبترفع كده الروح المعنويه وطاقه الامل حوالينا. وطبعا برحب بأنسة اسراء اللي تابعت مع دكتور دعاء، وزي ما قلنا خست 22 كيلو. 22 كيلو، انت عندك كام سنه؟ 22. حلو قوي. ولسه عايزه تخسي ولا خلاص؟ لا لسه عايزه. لسه عايزه تخسي. طيب هبتدي معاكي يا اسراء، عشان عايزه اعرف ايه اللي يخلي بنوته في سنك ده توصل لفوق لحوالي 100 كيلو في الوزن، ليه؟ من زياده الاكل. بناكل بالليل في وقت متاخر جدا، وتنامي. السهر ده دايما بيبقى محتاج انك تاكلي. عايز تاكلي اي حاجه، بيتزا اي حاجه. فالاكل ده، عدم الانتظام اصلا في الاكل، هو ده اللي بيبوظ الجسم. تاكلي اي حاجه، اي حاجه قدامك بتاكليها. جعانه بقى مش جعانه فبتاكلي خلاص. هي يمكن دكتور دعاء ضربت على الوتر الحساس، اكل بالليل. احب اكل بالليل. اكل بالليل ده أسوأ شيء ممكن يكون تصرف او سلوك ينتج عنه زياده وزن. وبعدين الاكل بالليل، الناس اللي بتسهر ومبوظه الساعه البيولوجيه بتاعتهم. السهر يخليك دماغك بتفكر اروح اكل، انا مش جعان، انا زهقان، فرايح جاي على التلاجة فباكل اي حاجه. كمان كانت مشكله اسراء انها شيبسي، مياه غازيه، الشوكولاتات بالليل، ودي شنطه يوميا ملازماها كده على السرير قاعده سهرانه بتاكل، او جعت بقى هي واختها، لان الاثنين كانوا مبوظين دماغ بعض. الاثنين هوريها لكم في حلقه ثانيه ان شاء الله. الشنطه دي مهمه بالليل، او تعالي نطلب بيتزا، طب تعالي نطلب سندوتشات الفاست فود بقى. بيشجعوا بعض على الاكل للاسف بصراحه، هو ده اللي كان التصرف. زائد ان يعني مامتهم كانت تقول لهم يا اولاد يعني وزنكم هيزيد مش عارفه ايه، فيمكن مامتهم كانت اكتر حد حريص انه يخسس البنات. قالت يعني لما تواصلت قالت لا انا عايزه بناتي يخلصوا الجامعه ويتجوزوا كده ويبقى جسمهم حلو، يعني ست ليها وجهة نظر سليمة. يعني هنا يا دكتور، يعني انت اسراء وصلتي لحاجة و90 كيلو ومع ذلك ما كنتيش واعية بالسكة الغلط اللي انت ماشية فيها، يعني لولا ان والدتك دخلت عشان تنقذ الموقف كنت لسه مكملة. لا انا كمان كنت متضرية بسبب الوزن ده. ما كنتش بعرف انام، ببقى مش عارفة اتنفس. زيادة الوزن دي عاملة لي عدم نفس خالص، ما كنتش بعرف انام. فهي لما لقيتني كده ان انا مش عارفة اتنفس، ولما بطلع ولما بمشي بتنفس كتير.
يعني من اقل حركه هتلاقيني بتنهج بنهج كتير جدا. فهي قامت قالت لي لا لازم مش هسيبك بقى ارجعي مني. طيب قبلتي الفكره لما خلاص ماما حطتك قدام الامر الواقع وربطتك مع دكتور دعاء وفريقها واكتشفتي ان هو ما بقاش في اكل بالليل؟ ايه ده في دايت، ده انا هخس، ده انتوا هتعملوا في قبلتي الفكره؟ هو في الاول انا كنت متردده، كنت خايفه لان لا يكون في دايت ويحرمني من الاكل، لان انا والاكل ده اتنين بيحبوا بعض. بحب الاكل جدا. انا كنت فاكره ان هيبقى في حرمان بقى ومش هاكل وكده، لكن لا انا جربت فعلا ما فيش حرمان خالص. باكل اللي انا عايزاه، بيجي عليا رمضان باكل اللي انا عايزاه، في العيد باكل كحك زي ما انا عايزه، ما فيش حرمان بجد ممتاز. وخسيت على كده. ممتاز. طيب دكتور دعاء لما بتجي لي بنوته زي كده 22 سنه يعني في عز شبابها، كانت قبل عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا الوضع يعني لا دي رودي تقريبا، دي اختها. يعني احنا اكيد لازم برضو رودي تكون موجود مع ده. رودي بقى كان معاها قصه على ايه يعني، ده وعد عايزين تجيبوا لنا رودي بقى علشان ايه نشوف العيله كلها. التغيير اللي حصل في البيت كله. بس لما تجي لك يا دكتور بنوته سواء هي او اختها، بما ان الاثنين بيتعالجوا مع حضرتك في السن ده، عشان اقدر اساعدها. بتبتدي منين؟ لازم افهم ايه يعني الهيستوري لدى مريضي، لازم افهم ايه سلوكيات مريضي، هل لا قدر الله يعاني مشاكل صحيه، طيب كم سنه، طب سلوكياته ايه، طب بياكل ايه، هل في تصرفات. فلقيت فعلا على فكره من اول ما بدات مبادره اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، شفتي كانت عامله ازاي؟ دي اسراء هنا. ده اسراء بتقول لك انا كنت يعني لابسه اللبس اسود عشان كمان اداري الجسم شويه، بس باين يعني خلينا نقول من الرقبه والخدود يعني الوضع واضح جدا. لازم يعني من بدايه المبادره كده، وتقريبا ما يدفع الشباب لزياده الوزن هي اسباب واحده، رقم واحد يعني عاشقين للفاست فود، ثقافه الاكل والخضروات ومش موجوده عندهم. وبعدين احنا ماما انا خارجه مع صاحباتي، هنتغدى بره، هنتعشى بره، فكل ده سلوكيات واحده. اوعى تقول للنوع ده او للسن الشباب ده اللي هو اساسا سن الانطلاق ما تعملش، او ده دايت معين، او دي حميه غذائيه تتبعها، او ممنوع كذا. اشتغل معاهم بالمدرسه اللي تتناسب مع فكرهم. لا انا عايز اكل، قلت لك انا والاكل حاجه واحده بنحب بعض. فاقفل لها شهيتها من غير ما تاخد بالها، اديها الكورس اللي اقفلها شهيتها. وعلى فكره كان كورس مركز من الاناسيليوم، الاناسيليوم ده مرخص في وزاره الصحه. لانه بيحتوي على قشور السيليوم، وقشور السيليوم المعده قادره على الاحتفاظ بيه 12 ساعه، من 12 ل 14 ساعه. العشب كمان ده لازم يكون ليه مركز، لازم احط كمان عشب الكوجك، يبقى انا كده هقفل لها الشهيه بدون ما اضعها تحت قيود او انها تتبع حميه غذائيه او اقول لها ممنوع. بلاش كلمه ممنوع، دايما الممنوع مرغوب. ممنوع تاكلي كذا، او ممكن تاكل وتخس شويه، ولكن تقول لك طب انا ممكن تعمل يوم فري، بيبوظوا الدنيا. فمن الاول كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. كثف الكورس، لازم تاخد لها 2 باكت علشان يقدر يحجب لها الشهيه. بالتالي البنوته تبقى قاعده قدام الاكل اللي بتحبه وما تشعرش انها هي اللي مش عايزه يعني جعانه ولا عايزه تاكل، وتاكل. هو ليه ثقافه ان يبقى نسبه عاليه من الفايبر؟ الفايبر بيعطش، فتشرب ميه كتير، فلما تشرب ميه فالالياف دي تاخد حيز كبير داخل المعده، تعلي معدل الحرق. لما تاخد حيز كبير يعني بقى تلتين المعده عندي فايبر، ربع تلت المعده بس هو المتبقي، مفيش من منطقي ان يكون انت ما عندكش شهيه واقول لك اعمل دايت. لا، كل على قد نفسك. تلاقي قدام المحشي اللي متعوده انها تاكله وبتاكل حاجه بسيطه، البيتزا اللي كانت بتجيبها بالليل وتخلصها كلها بقت بتاكل ربعها. يمكن مامة اسراء كان يعني كان عندها وعي وكانت بسرعه وكانت حريصه انها تقول لهم على مواعيد الكورس، ما تنسيش تاخدي الجرعه بتاعتك، مش عارفه ايه، وكانت بتحفزهم لكده. طيب يعني بما ان حضرتك بتتكلمي على مامة اسراء اللي هي السبب الرئيسي بقى في التغيير اللي حصل، انا طبعا يشرفني ان انا استقبلها معانا في القعده الحلوه دي عبر تقنيه زوم مدام سحر. مساء الخير.
حضرتك. مبدئيا انا بحييكي على تركيزك مع البنات وعلى المجهود اللي عملتيه علشان تحافظي عليهم وتحافظي على صحتهم وتحافظي على شكلهم، بس امتى جيتي وقفتي وقلتي لا انا هنا لازم اقف لبناتي لازم الحقهم؟ لما لقيت كل اللي حواليهم بيبصوا لهم بصه مش اللي هي، وشكلهم بقى اكبر من سنهم، واللبس اللي عليهم ده عليهم بزياده، وارهقوني نفسيا، وكانت نفسيتهم تعبانه جدا، مش عارفين نخرج نروح في اي مكان، مش زي البنات اللي من جيلهم ولا من سنهم. بعدين السمنه كانت بتدي برضه حجم زياده وسن اكبر، وهما لسه بنوتات يعني. طيب مدام سحر، يعني عاده الامهات بيخافوا جدا على ولادهم من التجارب اللي زي دي. لا هي جربت فيهم بالظبط. انا مستغربه ان حضرتك اللي اخذتيهم من ايديهم ووديتيهم وابتديتي بيهم، فازاي جربت في الاثنين؟ جربت في الاثنين عشان انا بقى اللي بعد كده بقى التالتة بقى. لا هبدأ معاكي يا مدام سحر، خلاص يعني المفروض ان احنا نبدأ معاكي بقى. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير يا حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ عايزين نبدأ بقى. الدكتور دعاء ديت من الناس يعني ربنا يبارك في حضرتها، يعني يا رب يخليكي. مش عارفة والله، انا ما كنتش بثق في اي حد قسما بالله، ما كنت بثق في اي حد. بعد الدكتور دعاء الله اكبر عليها، ربنا يبارك فيها ويحفظها. يا حبيبتي يعني ربنا يخليكي. خلت بناتي بنات بقوا بنوتات بقوا، ما شاء الله. مش عارفة اقول لحضرتك ايه، انت ما شاء لو الله. ربنا يفرحك. الصوره قبل والصوره بعد، يعني الدكتوره لو وعدعي لها من هنا لسنين جايه. يا رب يخليكي، يا رب يخليكي، ربنا يفرحك بيهم يا مدام سحر. طيب قولي لي بقى، المرحله الجايه مع دكتور دعاء ايه؟ يعني دكتور دعاء بتقول لي هي لسه عايزه تكمل مع اسراء شويه. هنزلها عشان اكيد. فيعني انتوا يعني عايزه توصليهم فين؟ العود الفرنساوي وكده ولا ايه الدنيا؟ اقل كمان من الطول، هم عايزين ينزلوا اقل من الطول. أقل. ايه بقى السبب بأمانة الله يا اللي انت بتخسسي بناتك عشان السبب يعني اللي قلتوا لها في سركم عايزة اتجوزهم بقى حاجة كويسة كده يا دكتور. طبيعي طبيعي طبيعي، حقك. كل أم بتحلم إن هي تشوف بناتها. يعني كل أم عندها الوعي ده، تقول لك بنتي المفروض داخلة على مرحلة جواز، بنتي المفروض تخلص جامعة، وبعد ما تخلص جامعة حتى لو عايزة تلتحق بعمل مناسب بيشترط فيه حسن المظهر. مفيش ابدا حسن مظهر يتفق مع طبعاً بنوته بتعاني من زياده وزن. الشكل العام كمان لما بيكون ليها فرص في حاجات كتير جدا، البنت اللي جسمها مثالي. يعني انا والله في الاول بقول لها لا، طب ما انت ما شاء الله مليانه، ليه فكرتي؟ قالت لي هم الاول وبعد كده انا عشان ما اشتري لهمش في وقت واحد. لا لا، انت هخسسك على حسابك طبعا. هي طبعا احنا بنهزر لما احنا مش عاده مسكه ولا حاجه يا دكتور. لا 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 يا رب يخليك. طبعا احنا بالعكس احنا بنهزر لما قلنا جربت فيهم. يعني دكتور دعاء طبعا يعني مش محتاجه تجربه او ان احنا نجرب معاها، بس هو يمكن من باب الاولويات هي اديتهم هم الاولويه على نفسها. في مهم فالاكثر اهميه، هم كانوا بالنسبه لها اكثر اهميه، وهي فرحانه بالنتائج. يعني ويعني بجد انا فخوره كمان بالنتائج بتاعتهم. حريصه. انا اتشرف والله يا دكتور. كل الناس مش مصدقين لما بيشوفوهم بالمنظر ده، مش مصدقين. انا كنت عاملاها مفاجاه، الناس كلها تعرف كده، انا كده مع الدكتور دعاء، الناس كلها تعرف، مش عايزه اعرف حد. انا كنت عاملاها مفاجاه كده. احنا عامه يا مدام سحر هنستنى بقى تعيشي انت التجربه بنفسك مع مدام دعاء وتكوني كده. انا شايفينها كل الناس شايفاها قبل ان شاء الله. لايف اهو، لايف قدامكم. انا بس الحي قدامكم عشان لما اجي لكم يبقى انا كده مثل حي قدامكم قبل اهو. بالظبط. احنا هنستنى كده ربنا يسمى الدكتور يعني 3 أو 4 شهور ونفاجئكم بمدام سحر. وعايزين نشوفها هنا بقى معانا في الاستوديو، ان شاء الله. وعايزين نشوفها بقى وهي بقت شبه البنات، اصل بيخس بيصغر وبيحلو، فعايزينها تبقى بقى ايه. ان كنا بنلبس من لبس ماما. للاسف. ايوه للأسف. فعلا 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 للاسف. والله كانوا بيلبسوا فعلا من لبس، وكانوا بيخشوا المحل اللي انا بشتري منه بيجيبوا يعني تقريبا نفس مقاسي، وانا بلبس من لبسهم. هم دلوقتي يعني رجعوا يلبسوا الحاجات اللي من الابتدائي والاعدادي. والله العظيم ما شاء الله. الابتدائي والاعدادي ما شاء الله. مدام سحر انا بشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، وبشكرك على المجهود اللي عملتيه مع البنات وعلى وعيك واهتمامك بيهم، لان زي ما دكتور دعاء دايما بتقول الشباب في السن ده بيبقى مش فارق معاهم، مش فارق. فلازم اولياء الامور هم اللي يدوهم الدفعه. اولياء الامور او الام بصفه خاصه. ركزي مع بنتك او ابنك،
اوعي تسيبيه في مرحله شبابه اللي هي اهم مراحل عمره ما يتمتعش بيها. هيتمتع ازاي وهو بيعاني من زياده وزن؟ هيلبس ازاي زي زاويه من سنه؟ طب لما تخلص باذن الله في سنه كام السنه دي؟ خلصتي؟ خلصت يعني المفروض هي منتظره ليها رودي هي اللي لسه في الجامعه. طيب عشان العمر موجود ان انا اشتغل، ان انا اثبت نفسي، ان انا اتجوز، كل ده مش هينفع مع جسم مش مثالي. بالظبط. بس هنا دكتور اسمحيلي عايزه اسال حضرتك، توضحي لي بشكل علمي ليه حضرتك على طول بتقولي الاكل بالليل لا؟ طب ما انا ممكن اكل بالنهار وما اتحركش. علشان احنا لو اكلنا بالنهار، دايما اقول لو اكلنا الثلاث وجبات في الساعات النهاريه انت استفدت بماكينه الحرق اللي ربنا خلقها لنا انها بتحرق سعراتنا. الغدة الدرقية اللي في قلع العنق بتفرز الهرمون اللي بيحرق السعرات بتاعتها. طب انا اكلت في الوقت الغلط لانها بتتوقف في الساعات المسائية في الساعات الليلية، يبقى انا هحرق السعرات دي امتى؟ واذا اكلت ونمت، طب ما هو ده كان اسوأ شيء بتعمله. ان انا باكل وبنام ما بلحقش اعمل حركة، ما بلحقش ان انا احرق سعراتي، ما بعرفش انام كويس. في زمان كان في مثلا لك ايه، ما تاكلش بالليل يجي لك كوابيس. هي مش كوابيس، هو بيتفزع لانه مش عارف ياخد نفسه. هو بيقوم ما بيبقاش نوم مستقر، فبيقوم بسرعه علشان هو ما فيش عنده استقرار في النفس، نفس مش مستقر. وبعضهم يصيب بالشخير الحميد اللي هو بينتهي الشخير ده بعد فقدان الوزن. ما فيش حاجه كانت بتتعمل زمان غلط والله العظيم. يعني ان انا كان دايما يقول بعد الفجر احنا هنحضر الفطار، وستة الصبح بيفطروا وبيجوعوا على الساعه 1 الظهر وبيتعشوا مع العشاء، فدي انتهاء خلاص ساعات نهاريه. لذلك ما كانش بيعانوا من زياده وزن. صحيان بدري، انت تصحى بدري فتبقى بنشاطك في اول اليوم، فده شيء جميل طبعًا. انك تستفيد بالغده الدرقيه طبعًا. وهي لسه بتفرز هرمون القدر على حرق سعراتنا. الحركه ما تقلبش الساعه البيولوجيه بتاعتك وتبقى بتنام في وقت متاخر وتضعف مناعتك وتبقى بالليل ده ما بيبقاش جوع. دي اشاره اتبعتت للمخ فاختلط على المخ تفسيرها، هل انا جعان رايح اكل ولا زهقان رايح اكل؟ في النهايه بياكل، في النهايه بيزيد وزنه، في النهايه بيبقى عايش حياه غلط. فالمفروض تعيش صح. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. كمان هو انت اذا عودت نفسك ان دي ساعات اكلك، ان دي وقت وجباتك، انت خلاص عملت لايف ستايل لنفسك تفضل عايش بيه الى ان طول بيك وبين العمر. يمكن من الحاجات اللي انا ملاحظاها وحضرتك بتتكلمي، انا ببص لاسراء كده، اسراء خاسه 22 كيلو ومش حاطه ميك اب، يعني حاطه ميك اب خفيف جدا بس ما شاء الله يعني وشها منور، خدودها حمراء، ما فيش اي علامات ارهاق لا او وهن صحي. طب ليه؟ بعد الخساسات هقول لحضرتك المكمل الغذائي اللي المفروض انا ارشحه لمريضي، انا عارفه ان انا هساعده في فقدان الوزن، ولكن انا واثقه ان الشهيه هتتقفل. يبقى هو فقد العديد من العناصر الغذائيه، اسمه مكمل او كبديل غذائي لازم يحتوي على فيتامينز، على مينرالز، فيتامين سي علشان بشرتها تكون بنضارتها. الشعر دايما الناس اللي بتبتدي تعمل دايت او اللي بتبتدي ما تاكلش او اللي بتبتدي تدخل في حميه غذائيه او 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 بيتساقط الشعر. ليه؟ علشان الاحماض الامينيه المسؤوله عن غذاء البصيله مش وصل لها الغذاء، فانا لازم اديها فيتامين بي 12 علشان الشعر عندي يكون بجماله. انا بحب الست تخس بشكل جمالي، انها تبقى كلها على بعضها حلوه. والتخسيس نفسه حضرتك عامله ميكس بين كذا حاجه علشان تمسكي كل حاجه، تعملي توازن بين اللي هو صحي وبين اللي هو جمالي واللي هو طبعًا. نفسي واللي يعني عارفه في سهل. سؤال شهير عند الناس اللي بتخس، ايه ده وشك ماله، مالك تعبانه؟ تعبانه دي يبقى باين على البشره، في عندي عدم نضاره، في مفيش حيويه. ففيتامين سي ده صديق المراه، لازم يكون داخل المكمل الغذائي، لازم يكون في فيتامين اي، لازم يكون في بي 12. كل ده مريضي اساعده في فقدان وزنه ويخلص الموضوع وهو شكله جميل.
طيب هنا مع إسراء يا دكتور اتفقتوا على ايه بقى؟ عايزين نوصل احنا، انا عارفه ان هي دلوقتي لسه في فتره الكورس مع حضرتك. بتكمل بالظبط، فاضل لها كمان كورس. إيه بقى؟ هي عايزه تخس اكتر، ولكن انا بشوف الشكل العام يكون مظبوط. انا ليس طبعا ضد، يعني انا بس عايزه الشكل العام يكون مظبوط، تكون جسمها مرسوم، يكون في ريشيبنج للجسم. ده المفروض ان انا بعد ما تفقد الوزن يكون الشكل العام كويس، شكلها مقبول جميل. ده اللي انا بدور عليه. طيب احنا عامه انا عايزه اتابع مع حضرتك حاله اسراء، عايزه اشوفها في الاخر ان شاء الله وهي عروسه زي ما مامتها بتحلم بيها. عايزين نشوفها بقى وهي عروسه بالجسم المثالي، بالفستان الفرح الحلو الجميل، ووشها اللي يفضل منور كده دايما على طول. واكيد هيكون لنا لقاء تاني، عشان برضو عايزه اشوف رودي، اشوف الثنائي المرح ده كانوا بيعملوا في بعض ايه ووصلوا لفين. طبعا انا للاسف مشاهدينا الوقت بيجري بينا، فمضطره ان انا اختم الفقره دي. بس قبل ده مش محتاجه افكركم ان صفحه دكتور دعاء سهيل طبعا كانت قدامكم على الشاشه، عليها كل وسائل التواصل مع دكتور دعاء سهيل والفريق بتاعها، سواء سوشيال ميديا او ارقام تليفونات. الصفحه اللي بالعلامه الزرقاء الموثقه، طبعا كل الناس اللي هترد عليكم ناس متخصصه، فاهمه هي بتقول ايه وفاهمه هي بتعمل ايه. اسألوا، مش عيب، مش لازم على طول تروح تاخد دواء، اسأل واستفسر وزن ومرة واثنين وثلاثة لغاية أما تفهم وتوصل للي انت عايزه، وتبقى حياتك أحلى وصحتك أحسن، ودايما بتضحك ودايما مبسوط ودايما ثقتك في نفسك عالية. لأن للأسف السمنة ما بتهزش الصحة بس، بتهزنا كلنا. فتعالوا بقى نشارك في حملة دكتور دعاء كلنا، ونبتدي بنفسنا ونقاوم مرض السمنة.